السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد أو وصفة جديدة. شكرا كاع الناس اللي دعموني في القناة. اليوم في هذا الفيديو غنحضر معكم واحد الحساء سميتو فتات الشطبة. ندوزو دابا المقادير. عندنا بالنسبة لهاد العجين درنا واحد زلافة مخلطة ما بين القمح والدقيق البيض وشوية تاع الملحة وجمعناها بالماء بارد. عندنا هنايا العدس والفول، عندنا زيت الزيتون، عندنا واحد البصلة محكوكة، وعندنا الحلبة، وعندنا هنايا واحد معلقه صغيره ديال الخرقوم عارق والبزار وسكينجبير وشويه تاع الملحه. دابا غندوزو طريقه التحضير. دابا كيف كتلاحظوا خدينا واحد الكوكوش ودرنا فيها الفول والعدس والحلبه، غنديروا البصله، غنجمعوا كاع هاد العناصر والتوابل والزيت، صافي ونخلوهم يتشحروا واحد شويه. كما كتلاحظوا من بعد ما تشحروا لينا هاد العناصر دابا غادي نزيدوها الماء وغادي نسدو عليها حتى كيطيب داك العدس والفول والحلبه. كما كتلاحظوا دابا قسمناها لكويرات بحال هكا صغار. دابا غادي نورقوها، خاصكم تورقوها مزيان، كتورقوها غير بالدقيق كيف كتلاحظوا. ترشوا الدقيق هو الاول، كدلكوها، خاصها تجي رقيقه مورقه. كيف كتلاحظوا كترشوا الدقيق بحال هكا بهذه الطريقه. خاصها تجي رقيقه باش ما تجيش معجنه. كيف كتلاحظوا تورقيه، كيف كتلاحظوا دابا كترشوا عليها الدقيق مزيان، كتكون رقيقه بزاف. هذا هو السمك ديالها، ترشوا عليها الدقيق على هذه الطريقه، كتبداو كتلويو. ودابا غادي تقطعوها بهذه الطريقه، كتجي بحال الخيوطه بحال هكا. كترشوا الدقيق، السمك ديالها كيفاش يكون رقيق. هانتوما كترشو الدقيق باش ما تلاصقش ليكم. اللي بغى يخليها بحال بحال هكا ممكن تخلوها بحال هكا، واللي بغى يقسمها من الوسط راه تقسموها، هي كتجيكم ساهله كاع في القسيم. كما كتلاحظوا بعد ما طاب الفول والعدس والحلبه، دابا غادي نرموا هذيك العجينه اللي درنا لهذه الطريقه، غادي نحركوا باش ما تعجنش ليكم. غنزيدو واحد شويه ديال الدقيق مخلط مع الماء، اللي بغى يزيدو يزيدو، اللي ما بغاش لا. ضروري ما تبقاو تحركوا باش ما يلصقش ليكم العدس والفول. دابا غادي نزيدو الحليب، ها ولات عاقده، أصبقوا تحركوا. في الاخير هذه النتيجه ديال الحساء فتات الشطبه، كيجي على هذا الشكل كيف كتلاحظوا، كيجي زوين.
كنتمنوا تجربوه وتابوناو عندي في القناة باش دائما يوصلكم الجديد. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.